هادي انت بغيتوني وسميك هادي السلام عليكم ميز أمور، جيستر كم زالي بيه. أنا جيت لكم الصراحة البارح كنت بغيت ندير لكم كيو الغداء يعني البارح، ولكن دوماج ما كنت يعني ما بقيتش في الدار، خرج شي جاتني شي خدمه على غفله واضطريت انا نخرج. اول يوم فقت في الصباح وقديت حالتي وجدت كما العاده وقررت ندير لكم الغداء اللي وعدتكم به. ودابا كنوجد كما تشوفوا عندي خليت غير البرمه اللي فيها كندوش، غسلتها مزيان من الداخل ونصيبها في الكاس ديالها. ولكن قبل درت الدجاج شويه تسلق ليا شي شويه غير شويه باش حتى تعرفي ما غاديش يبغي غير يطيب طيب ليا في الكسكاس مزيان. درت هنايا شويه ديال الفخيل وطريت الدجاج، درت شويه تسلق لي غير شويه والابخي شامله، وعاد نديرو يتفور باش غير يطيب ليا مع عندي بطاطا وداك الشيء باش يطيب معاها. وبغيت ندير معكم القوام اللي غادي ندير هنايا في الكسكاس والشرمولة اللي غادي ندير انا باش نشرمل بها بطاطا اللي غادي نطيب كوكوت هي الشعرية الثانية اللي غادي نطيب. طيب خليكم معايا تشوفوني القوام اللي غادي ندير هنا، خليكم معايا شوفو. I'm
نخليكم دابا على ما نسلق لي شويه الدجاج ونرجع باش نصور معكم وندير الماء يسخن باش ندير الشعريه الثانيه في الماء يسخن باش نخلي كل شيء ونرجع لكم. خليكم معايا اي لاف يو. ايوا انا رجعت لكم الخبز من بعد ما تسلق لي شويه ديال الدجاج. سلق لي زعما شويه تسلق باش ندير دغيا في الكسكاس. درت الماء يطيب باش ندير كافي الماء باش ندير الماء يسخن ليا باش نخوي في الشعريه الصينيه. ها هي نخليكم معايا دابا غادي نشرب ماء وتبارك الله الدجاجه تطلق شويه. الموسيقى نسيناها الناس اللي تموسقوا معايا. Ewa!
وقال
Thank you.
هذه توبة دنيا واش ميكالي هذا توبة تعفي العافية لا 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 الحلوان تسني واش آنيكا وجونا قاعد تعب العافيه ها انتم خوش يبغى يشعل العافيه انا نشوف لكم واش ميكاني انا مستاذ يضحك دنيا مستاذ يضحك لا لا انت زادني ماشي ميك عادي حسكار فسكار مسينا لنا فسكار سي سوس غادي ولا نديرو السبت عشية صافي مزيان هيا غسل يا
حيام شويه مغلبات بلي هذا صفر ولا شاتي دابا غير غير تحاول به ما يدير او صراحه دابا شنو باقي لك دابا مازال حتى تطيب شنو راه ندري الفوره صاحبي ايه ناري ناري مازال حتى تيدي الفوره ناري عرفتي راه صافي على حساس الساليس ولا ولا صاحبي انا هكا عايشين حياتنا عشنا حر ديه ضروري نبقى حنا نتفقصو مازال ما بغات تصيب مازال ما بغات تدار صيب حنا بغات تفقصو على الحاجة تعطلات تعطلات في الطياب نقلبوها شطو حوضو غير تصيب شن بس زغي عندك شد صافي يا الحين تقولي اختي انت هبط داعي حسيت راك حبطتي عليا راه جبتيلي انت غير تصغيورين وما لقيتو ما حياتك دابا هادي لا بحال هكا دابا مازال غديرها في الفور دابا انت شوف هذا شنو كتصفى دابا دابا فين غديريها تولي بالخرقوم اييه آه دابا ما نقدرش نكسي يدير العطريه كامله ها نعاونك غنديرها لك غنديرها لك ما ماشي مشكل كتعويني انا معاك الحياه بصراحة عارفة الحساسية عندي تما دابا مقدرتش نقيس العطرية دابا تجيب العطرية زعما بحال بحال مرقة لا غادي نفورة يا شفا خسارة كامل مكانش ماشي مشكل باش نجيبو جيبو دابا عاد تسلك كنمشي نجيب لك دابا غير حياتي نجيبو لك تيخسر بيدي زعما كيفاش سخون هاديك الحاجة ماشي سخون العطرية ولا جلدي مريض سخوني راه هاتي ضروري تشملها مزيان شتي كانت مسوسة عمرنا حياتي شايبة غنموت بلا طاش قولي عليا حبيبي شعبة خويا راه كيكلف شعبي تخف صافي ما تكون قولي عليا لا سي حبيبي في غدتي غسلت حياتي نزيدك نزيدك قلت لها بيبي بارك الله يحفظك ليا شعل حياتي غير بوطا الله يحفظك بوطا عيني ايه
هنا في البطه الكبيره ياك. دي فنه. كنوريك انت، شوف المشاهد، وري الناس باغيني تشوفوا الطياب. انت كتحمق لي الخوت، كتستاي نهار ملي كتبدا تفور عاد كتطلع على هذيك لتحت. اي وحده ما تتعرف تصايب ثاني حبيبي، انت تتعرف تصايب راني عارف. دابا بزاف ديال المغربيات متعرفوا تصايبوا، عاد تعلموا. حيداك دوز هاك، ما كنتي ما تعلميهم انت. ناري من نيتك صاحبي، كاينش اللي كتعرف شي طيبات. ودابا انا بحال هذا نتعلم من طيبات، اما زعما كاين شي مغربي تعرف طيبات، انا تعرف طيبات. قولي مغاربة كاملين تعرفو طيبهم. خويا عمر تعرف لي طيبات صغير. دابا مي كنخلي ندورها على ديك البلاصة. دابا الخوية دابا جا مع السينما تا هو. ما تقطعش وقيتش. لا قاصح مع راسو، ولكن يقدر يتحرك. تلحق تلحق، نميت اليوم من الحقيقة ديالي تضيق. ماشي أيا ميكا ولا يوزن ويوزن. خدي سيميكا تما، أشنو سيميكا أيا؟ عندي لها ديك اللعيبة. إيه دابا غنروح شي وحدة كبيرة ما جاش. ما كاينش ميكا، كاين غير ميكا ديال بيلا صاحبي. عاد عاد نشوفو هنا في كاس ميكا ولا لا؟ شوف أبيبي. كاين واحدة فيها الخبز وواحدة فيها. فيها جبدة تاكل فيها الخبز. يدي شويه في الصفحه كامل. ايوا مزيان بدا. راه وي الحمد لله بدا لي حيد منك راك عصب، عصب هو اللي كان خارج عليك. سي دابا كيولي سي ناشطه ومزيان وفرحانه. كنت عاطيها الهم، ها انا مريض، انا داير، انا داير انا راس. انت دابا وليتي لاباس الحمد لله، سي وليتي ناشطه. بصح حياتي كسكات عامل. وي حبيبو. بارد. إذا بوليتي لاباس وليتي نسيت وليت طيب السيواز وليت دير كلشي الحمد لله. هذا إحساسك كتب لها. جاتي دابا وليت طيب السيواز طيب كلشي الحمد لله. سال عصب ولي كان داير لك هذاك السي سي عصب كان مخرج منك. ها انتوما الخوت سي مازال مازال حطيت تيقطر وضروري ما يقطر على حساب بغات يخرج منه داك السيد ديالو. ما يخرجش منه داك الشيء. لا لا وينها هنا خوات نعرف على الميكا. غادا سيدي غنشوف سيدي هاديك ديما صغيرة زعما طبيعة الكاس لا صغيرة جيت لا خلات ديك النظرة نادي جيب بالي ونخوت ما لقيناش ميكا شغل هاي مزاز مزاز شويه قبل مزاز واش غندير ما لقيتش ميكا جيب بالي شدي معايا غير هاكا نتاعي هاكا خاص ما يبقاش هو خارج واه شدها بهاكا شدي ناري صوتي يا احسن هادي ميكا عادية دنيا ماشي مشكل ايه تيجي فوق من هنا ايه هاكا اجاكم ما يجا ديالي من بعد الخوت ما ولكن راك ثقلتي واخا من بعدك بعزتك من بعد الخوت ما سميتو ملك صار نقلي سنتلاش لا درت الزيت هذا من بعد الخوت ما درتها في الكسكاس نتسناو من الفرن خليهم غير شي شويه 11 دقائق يطلع فيهم ديك الماء وشويه يسخن مزيان ويطيب ويزيد يدخل لهم الطياب شنو راه المهم حسب شنو ثلاث دقائق المهم مره مره غادي نبدا نشوفهم بحال هكا هو ملي يطيب غادي عليكم وتشوفوا الطياب ديك كيفاش غادي يجي راه خليكم معنا ان شاء الله يكون زوين كيما كتشوفوا الخوت رجعت لكم من بعد فاش نحط صافي طابليه هكا احسن لا خلينا بس نبدا لك الخبز تاع حياتي غير مليحه شي انا عارفه غادي تكون شويه تمام هو يلا
اجي كتب الشهيوة احساس المشم الريحة ديالو مصباح يدور تيجي حتى الاخر هذا تي تيبغي زعما بابي مرحبا بابي تجي يجمع عجب الناس ماي جاد دير ريحة ديالها زوين و حتى اللحم تو مخلط معاه ويش احياتي فران غادي ايا كيسخن حياتي اوه مع الطاطا معا اللي كتوحم I'm so sorry تبارك نطب شي نعمل ها انتم الخوز كما تشوفوا البيضة ايا اخي يا مغطي هكا باش عاد نزيدو ما حطوش كلشي قدا حياتي ها انتم خوتي ها الشيو ديال هاد النار كبيرة بلاص دنيا خصها لها شي بوسة ويلي شوفو يوقز مع شكون هو جات الغدا انا ولا هو لا لا هو اللي وريهم سي هو جات ديال خوتي يا ولا الخوت كنتمنى الفلوغ الفيديو ديال اليوم الى اعجبكم ونتمنى الشهيوة تكون يعني في مقامكم المتواضعة الحمد لله كنت على نعرف نطيب الحمد لله دابا الخوص غادي نمشي نتوضا بقى غير نحط الخبز في الشبيكه ونمشي نتغدا دابا نتلاقاو في الوقت ان شاء الله باي باي.